ابراج الوحده العربيه هيك حبيبي. لا احنا عزيه جنوبيه. دور في الشماليه هنا. سلام يا حاج محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خش جوه يا حاج، خش جوه يا حاج. لا تهزر، افتح افتح. الله يهديك. الناس فاكرينها سايبه. اي والله بقول لك الفلوس مع الفلوس. كيف يتعلم؟ عارف هذا كان في ليبيا واحد كيف قلت له؟ هذا كان عندي ثلاثة من المكان حول أكثر حوادث في ليبيا. الحمد لله على كل حال. مش واحد تكليف عسل كذا. تبارك عليه بالعربيه جري حصلته في الاشاره هنا تمام.
جيت جنبه فتحت الباب قلت له انت مش عملت راجل دوست برامج قدامي؟ خفت وجريت ليه؟ مش تخليك راجل؟ قال لي انا بوريك بعد الاشاره. قلت له وانا اقسم بالله لو دوست فرامل اقسم بالله ما هعمل هعدي عليك وادعسك. مشي معايا الملف الاشاره اللي بعدها راح لف تاخد شمال. يا باشا دي عالم جبانه كبر راسك. الناس كويسه. انت تعرف في حد بياكل مع الصعايده؟ لا والله احنا متخلفين. الله الصعايده زياده ما بتفرقش معانا. لا صح ولا لا؟ لا صعيدي انت. اه يا ابويا صعيدي من اسيوط. انت احسن يا ابويا. انا خبير معايا صعيدي يا ما شاء الله. حبيبي احنا اخوات يا ابويا. خبير معايا صبر وزوار وناس صبر. اقسم لك بالله العظيم يا حاج لو كسبت راجل صعيدي اصيل في كتفك كسبت الدنيا كلها. عندي من المشهد انت عارف انا جيت غادي اسبوري تحلي محل على طول. ربنا يسعدك. الله يسامحك يعني انت هو اصحابي. عارف ينزل ليبيا على طول يجي. ايوه باشا انا اللي نفسي انزل ليبيا. هي جنبينا وما رحتهاش خالص. لا هذا السعودية خير. ايه؟ لا في العمل السعودية خير. السعودية أحسن من ليبيا؟ أحسن. اه. لا طبعا أنت برنامجك حافل لما توصل لك سماعي صمتي ولا نواب ولا يعني سواق عندكم في ليبيا ياخد كم في الشهر؟ لا فيش. ضمير عنده بس حبيبات بس. والله. لا كلها سيارات خاصة. ولو سواق خاص لأسرة؟ قبل ايام معمر صح؟ ايام معمر ماشي لكن دلوقتي لا. هو صعب حتى تعيد الرخ المعلومة صعيد مع ليبي لا تلاقوش. خسرت معمر القذافي انتوا يا جماعة. هو سبب مصايبنا جدا. هو؟ انت عارف انت كان الفلوس اللي توا هم هما ليه في ناس ليبيين ركبوا معايا وقالوا بقول لهم انتوا خسرتوا معمر القذافي وندمتوا عليه؟ قالوا ايوه. مش ندمنا الناس اللي هم تو حكموا معمر خير منهم بس. الناس اللي هم حكموا دواليبيا يعني زي عندنا احزاب جزء حلو وجزء وحش وجزء موافق وجزء معارض. لكن معمر كان يخدمها صح. مش فيه وما فيه. خلي الناس تتعلم وخلي الناس تقرا برا وتروح بشهادات. معمر القذافي قطعها كده والله يشكر. طيب يشكر الله يرحمه. ما دارش لا طب ولا دار مندوب بنيه تحتيه ما عندناش كيف نطبق شغل. انت هو السيسي مساكن ما لهاش كم سنه اطارات وكل ما عندهم. ما هو السيسي عمل اللي عمله يا حاج بس على حسابنا وخرب الدنيا. خرب الفلوس ضيع المال كله. السيسي السيسي باحت لقدام يا باشا. باحت لقدام مين؟ لقدام ده امتى؟ لما الدولار يبقى ب 100 جنيه ولا ب 1000 جنيه؟ حتى اللي هينزل مش هينزل عمره. هو اللي بيطلع ينزل يا حاج. السيسي هو انت حي وانا حي. لو تشوف انا حي كم سنه اخرى ان شاء الله مصر هذه تجي سبحان الله اللي فيها. عندنا معمار فيها شيء غريب شيء مثل تبعنا في بلاد البترول بلاد الفلوس والذهب والمعمار. انت عارف ان الصحراء بتاعنا تساوي مصر طلعوا منها في ده حتى عمر سكر عينه. مش الكلام ده حق. مش الكلام ده اللي انت بتقوله دوت مش هيحصل. عارف الصحراء بتاعنا اتقتلنا خلاص يا حاج. المعلم دلوقتي تعرفوش ان هو بيبيع قطع من الاراضي المصريه عشان يسد فوائد الديون بس. طب هنقعد لامتى نسد فوائد الديون؟ الكلام اللي انت بتقوله ده حقيقي لما يكون جوع الشعب بس من غير ما يجيب دين. لا خد الدين هذا هو يا باشا الافران الزراعه الصناعه الطوب. ربنا يعديها على خير يا حبيبي. ربنا يعديها على خير ان شاء الله.
وقتها والشعب الليبي ما عطوش المرتب بتاعه. عيدوا بلا 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 فلوس السنه هذه. ليه؟ وقفوا عليهم مرتباتهم. ليه؟ قالوا ما فيش سيوله. ليبيا بلد البترول ما فيش سيوله؟ ما فيش سيوله. النصاب هذا ما كلهم من عملاء والغرناطه مش كلهم هو عيال الغرناطه اللي في مصر ما في شيء. قاضي يا ايش فيها الصاير؟ تاني
ابوه ملم عيديه بس من الحجاج، كل سنه طيبة حق وكل سنه طيبة حق، فاهمني؟ بس معلش انا مش عاوز ده، انا عاوز الحج والعمره. شكرا. حج العمره وفلوس؟ لا تصرف الفلوس. فلوس هاي الفلوس بنصرفها. فلوس بنصرفها فلوس طبعا. فلوس هذا بينك وبين ربي. مفيش باس الواحد يروح كل شيء. يا عمي وهي لو جت اقول لها لا؟ ايوه صح. بس اهم حاجه يبقى هدفك فين؟ وانت جاي لايه؟ ماشي؟ من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لامرأة ينكحها او دنيا يصيبها فهجرته لما هاجر اليه. صح. فهمتني؟ اهم حاجه نيتك انت، هجرتك دهيت من بيتك لايه؟ ما شاء الله عليك بارك الله فيك. لله ورسوله. حسب النية بتاعك. اكيد طبعا طبعا. نيتك وين ماشي ومتشي. بس حتى بيت ديرها ريا مش الناس تقول لي يا حق حد يرك يقول لك حق. ها اما انا حكيت قبل كده مرتين، ايه اللي جابرني اجيب الثالثه؟ اتفضل يا جماعه. الحمد لله على السلامه. سيتيني هاجو اندر هاجو ادھر ا جائے. السلام علیکم مولانا حضرات، کیا حال ہیں؟